ترضى للتسليم فوري أو مؤجل؟ تسليم مؤجل. تسليم مؤجل قبل. انتهى. ستة أشهر. رجاء أثبت كلمة السر المستعملة. أكره أن أترك الماتريكس. هل عقد لسانك؟ وأسفة، كنت أتوق إلى حديث معك. لا شيء أيها المدير. هو دائما هكذا. هل كنت تعبئ معلومات مستر توماسون؟ هي معلومات غير مسحفة. إن محوها سيستغرق وقتا. ماذا يجب أن نفعل بك؟ أمحوها. انتبه 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 انتبه. مرحبا، إن العناوين الكبرى لهذا الصباح هي برعاية المين فريم للتوضيب. عبئ مرة يستمر مدى الحياة. إن العناوين الكبرى. أوه، وصلك هذا. ما هو؟ أقرأه فيما بعد. ستتأخرين الليلة؟ لا أعرف. بيلي، إن ما ترينه فيه يتخطى فهمي. لا أفهمك أبي. باي تشارلي. الاقتصاد لم يكن يوما أفضل، وعن هذا العنوان المدير سالتن سيحدثنا بعد هذا الفاصل. تسهيلات الدين جمدت مؤقتا أيها المستهلك. لا أصدق هذا. إن العنف لن يجدي أيها المستهلك. لا أصدق بأني صرفت كل هذا في التسوق. لديك اعتماد؟ ما رأيك؟ هل من خدمة أخرى أيها المستهلك؟ لا. المستهلك التالي. ماذا عسانا نفعل؟ لا أعرف. لماذا لا نكتفي بالمشي؟ نمشي. حسنا، هذا مثير. بوسعنا العودة إلى المنزل. لا شكرا، المشي أفضل. افعلي ما يحلو لك. على كل حال، إذا لم يكن لديك مال فلماذا لا تجد وظيفة؟ لأنه لا توجد وظائف. الاقتصاد لم يكن يوما أفضل. هناك فرص كثيرة حتى لخنفس مثلك. كل ما أعرف أنه لا توجد وظائف. ماذا لديك هنا؟ لقد نسيتها، وصلتني هذا الصباح. ما هي؟ لا أدري. أداة وصل، انترفيس، وأسطوانة، ورسالة. سارة، ما بك؟ إنها من جدي. كنت أعتقد أن جدك متوفى. وأنا أيضا. مرحبا سارة، لا أملك الوقت للشرح، ولكن إذا كنت تشاهدين هذا يعني أنهم استطاعوا فك رموزي للكمبيوتر. لا أفهم ما يعني منع الناس من طرح الأسئلة. سيحاولون منعك سارة، ولكن عليك أن تسألي، لأن هذه الأسئلة هي الطريقة الوحيدة للتغيير. كل ما اكتشفته من معلومات قد خزنته في النظام القومي للكمبيوتر، تحتاجين فقط إلى الرمز للوصول إليه. إنه ثمين سارة، حافظت عليه طوال حياتي. اعتني به، استعمليه بحكمة، قد يغير حياتك. كلمة الدخول إلى البرنامج هي 3 5 11.
سخافات، لقد عبثوا بالبرنامج. لا أفهم، ما القصد من هذا؟ لا أدري، إنها وصية غريبة تبدو لي معقدة. وصية؟ ربما يريد أن يترك لك شيئا. وهو كذلك، كل هذا الكلام عن الكنز الثمين، إنه المال. لا نعرف إذا كان مالا، إني أشك بالأمر. بالطبع إنه المال، بماذا يوصي الناس عادة؟ يمكننا أن نطلع على كل الرصيد بواسطة هذا، علينا أن نصل إلى كشك. ما زلت على رأيي، تتسرعين في الاستنتاج. تحياتي أيها المستهلك، رجاء أذكر كلمة الدخول. ماذا؟ كلمة الدخول؟ ليست هذه الكلمة الصحيحة. هل تذكرينها؟ لا لا أذكرها. لا أذكرها، ليست المطلوبة. شغلوا الإنذار، أنذروا وأقفلوا. أنا ذاهب. بيلي، إلى أين؟ ماذا قال؟ ما هي كلمة السر؟ تثنية، وجدتها، تثنية 15-11. مهلا، علينا تجربة مركز آخر. لماذا؟ لم نفعل شيئا. أعرف، ولكنه طلب الأمن. أوكي، تعال. وحدة الحرس، وحدة الحرس، هناك فيروس معادي. المراقبة تجيب، لم يفد عن وجود فيروس.